السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تلبس العباءة على كتف المذكرشة والملونة وتخرج بها أمام الرجال الأجانب؟ شكرا. العباءة إنما جعلت للستر ولم تجعل للزينة، فلا يكون فيها زينة، لا يكون فيها زكرشة ولا فيها تطريز ولا فيها زينة، وإنما تكون سادة لا تلفت النظر، وتكون أيضا ضافية، تكون ساترة، ليست عباءة شفافة واسم عباءة وهي لا تستر. هذا تلاعب. العباءة إنما هي مثل الملاءة ومثل الجلباب، تكون ضافية وتكون ساترة وتكون فضفاضة وواسعة، تستر ما تحتها من زينة الثياب. هي القصد منها أنها تستر الزينة الظاهرة، تسترها إذا خرجت ولا تضعها على كتفيها، إنما تضعها على رأسها، فتكون من رأسها إلى عقبها لتستر جميع جسمها وتحتشم بها. فهذا هو شأن المسلمات. نعم. شكراً.